السلام عليكم متابعين قناة مريحانة. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعض الصفوفات. الصفوفات كنحتاجوا ليهم كيلو ديال الطحين ديال الزرع محمر ومغربل على هذا الشكل هذا، وكيلو ديال الجنجلان حتى هو حمرته وطحنته، راه واخا كيبقاو فيه الطريفات ديال الجنجلان محمر ومطحون. وعندي كيلو ديال اللوز حتى هو محمر ومطحون بالقشور ديالو ماشي مقشر. عندي واحد الرشه ديال الملحه، عندي واحد المعلقه ديال حبه الحلاوه كبيره، معلقه ديال النافعه كبيره حتى هي مطحونه بجوج بيهم محمرين ومطحونين، مصاهدين عشويه ماشي محمرين، عشويه ومطحونين. عندي الزبده باش غادي نجمع، وانا غادي هاد السفوف غادي نديرهم ان شاء الله طبيعيين. هذا عندي العسل الحر، واللي ما عندوش يقدر يدير العسل العادي ولا يدير السكر كلاصي، المهم على حساب. وعندي واحد المعلقه كبيره ونص ديال القرفه، وهذه اختياريه زريت لك الثاني، انا غادي نزيدها في الصفوف ديالي. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي ندير ديك الرشه ديال الملحه، بسم الله. دابا غادي نزيد ديك الجنجلان ديالي، بسم الله. نقلع هادي الا نشوف الا قدتني غادي نخلط في هاد هادي، الا ما درتش غادي ندير القصعه، بسم الله. هذا اللوز ديالي اللي ما محمر ومطحون، حمرته غير في الفران، غيبقى في ديك الطريفات ديال اللوز هادو باش تيجيو مزيانين. عندي ديك النافع وحبه الحلاوه غادي نزيدهم كاملين، هذا زريت الكتان راها عندي مغسوله وناشفه وعاود نقيتها، راه منقيه كلشي، بسم الله. القرفه قلنا واحد المعلقه، دابا غادي نخلط العناصر ديالي كلها، وديك الساعات غادي نزيد العسل باش غادي نحلي ونجمع بالزبده. الزبده راه بلديه وذوبتها حيت لديك الكشكوشه من الفوق، دابا غادي نستعملوها ان شاء الله. كل واحد على حساب الاختيار ديالو، كاين اللي ما يبغيش يدير الزبده يدير الزيت، كاين اللي ما غاديش اللي ما عندوش العسل الحر يدير السكر كلاصي، على حساب. المهم انا هذا بغيتو طبيعي 100%، داكشي باش قلت لا عندي كان عندي داك الشويه ديال العسل ترى نديرو به، ديال كان يكون احسن، ولا ما كانش ماشي ضروري يدير الواحد اللي عنده. من بعد ما زدت العسل وكنذوق، هذيك الساعات الا جاني ناقص حلاوه رانا غادي نزيد عاود العسل. بعد ما خلطنا الصفوف ديالنا راه كيجيو على هذا الشكل هذا، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، الى عجبكم ديروا لي لايك. راه كيجي الصفوف طبيعي 100%، انا ما بغيتش نزيد نزيتو اكثر، خليته على هذا الشكل هذا، وما درتوش حيتاش بغيت نديرو في القرعه ونسد عليه منين نحتاجو، كل مره فين ما نحتاجو نجبدو نديرو في الطبيسيل ديالنا. وانا وريت لكم على الطريقه، ونتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوه ويعجبكم، الى عجبكم ديروا لي لايك، ديروا اللايك وضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم كل شيء، وفضلا ماشي امرا، الى عجبتكم اي وصفه ضغطوا لي على الجرس باش يبقى يوصلكم كل شيء وديروا لي اللايك.